ابتسامة بريئة تحجب ألما تفضحه دموع طفلة عراقية مصابة بمرض الثلاسيميا، ذلك المرض الوراثي الذي يعجز معه جسم المريض عن إنتاج مادة الهيموغلوبين في الدم بشكل طبيعي، وبالتالي تعجز أجهزة الجسم عن القيام بوظائفها الحيوية. وإذ يحتاج مرضى الثلاسيميا إلى نقل الدم بصورة منتظمة، فإن ذلك يمثل مسؤولية كبرى على الجهات الطبية والمستشفيات التي تعالج هذا المرض. مركز أمراض الدم الوراثية في مستشفى ابن الأثير التعليمي للأطفال في مدينة الموصل، والذي يعد مركزاً رئيساً لعلاج الثلاسيميا في محافظة نينوى، يعاني من نقص حاد في الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية الأخرى، ما يعرض حياة مئات الأطفال المرضى للخطر. أريد الدم، أريد العلاج، أريد الأوبر إحنا أريدها. هذا يسمونه جهاز تحت الجلد، ماكو، عينضونا يا عاطل، شو نسوي بي عاطل؟ وأمام أزمات متلاحقة في توفير الدم والمستلزمات الطبية، بات على المرضى وذويهم تحمل عناء البحث عن متبرع بالدم لإنقاذ حياتهم، كما بات عليهم التوجه إلى أماكن أخرى وربما محافظات أخرى للبحث عن أكياس فارغة للدم وأجهزة طبية أخرى لازمة. بالعيد صار هزمة كياس، وبعدين صار هسه هزمة متبرع، إلا تجيب المتبرع يلا نعطيك الدم. ثاني فقرة، حبوب ماكو، علاج ماكو هنا نهائيا. هاي جهاز اعطاه الله وكيلك بالعيد، قبل العيد اشترينا من جبنه وجبنا كانيولا وجهاز اعطاه. واقع مؤلم شارك في صنعه اهمال حكومي من قبل حكومات تعاقبت على حكم العراق منذ الاحتلال الامريكي، حكومات كان ولا يزال شاغلها الشاغل جني الارباح الماليه والسياسيه على السواء، دون النظر إلى شعب بات الحفاظ على الحياة أملاً أو حلماً بعيد المنال.